كنقطع الارامل العيالات الرجالات اللي ما دونهم الرجالات ديالهم وما لقاوش باش يقريو وليداتهم ولا يربيوهم. درنا لهم منحه عمرها ما كانت في المغرب. وبحال الطلبه اللي زناهم في المنح ديالهم، وبحال المتقاعدين اللي زناهم في التقاعد ديالهم ديال الجامعات المحليه وديال المؤسسات العموميه، واللي كانوا عيالاتهم كيقبضوا 4000 ريال و 6000 ريال و 2000 ريال في الشهر. بحال هذا الشيء هذا راه ما كنحقو الا بصعوبه ولكن الحمد لله غادي، الحمد لله على بلادنا، الحمد لله على المؤسسات ديالنا اللي ما كتخليش شي يطغى على شي. حنا غادي وحده وحده، وانتم لابد تكون شي شتيوه، لابد تكون عرفتيوه، لابد تكون شعرتيو فيه، والا نقول لكم اعدوا حتى معنا هاد الخطوط ديالكم غير الله يهديكم. الا كنتي ما فهمتيوش بلي هاد الحزب كيبغيكم، هاد الحزب كيموت عليكم، هاد الحزب مستعد يموت عليكم. الا ما فهمتيوش هاد الشيء، سمحوا لي راكم ما كتشوفوش وما كتشعروش. قلت لكم في الاول راني كنتقطع، ولكن ماشي بوحدي غنقاوم الفساد، ولا انا والحزب ديالي غنقاوم الفساد. لا بد تقاوموا معنا الفساد. الا بغيتي ولادكم تطلع الراس ديالها، الا بغيتي ولادكم يقراو، الا بغيتي المستشفيات تحسن، حنا ملي جينا وحنا كنخوضوا المعارك وقفنا الاضرابات في التعليم، ولا ولادكم كيلقاو المعلمين والاساتذه. وقفنا الاضرابات، في المستشفيات وليتو كتلقاو الاطباء، وقفنا الاضرابات في الجامعات المحليه وليتو كتلقاو الموظفين، وقفنا الاضرابات في المحاكم وليتو كتلقاو القضاة والمحامين، وقفنا التوظيف المباشر باش ما يبقى حتى واحد كيكون في عز الليل. ولاو الناس كلهم اللي في ازيلان واللي في طرفايا واللي في الحسينه واللي في كل بلاصه، والعيون الداخله كيدوا في القنبور. لا استحق كيدي، ما استحقش ما كيديش. إذا كان باقي ما عندناش بزاف باش نديرو كلشي البرامج اللي بغينا نديرو، ولكن ما تنساوش أننا كنحاولوا نديرو بيناتكم العدل، والعدل هو الأساس ديال كل خير. العدل هو كل شيء. وقفنا المساندة ديال المحروقات والتفرات على الميزانية ديال الدولة، حوالي 70 مليار ديال الدرهم اللي إن شاء الله في التوجيهات ديال سيدنا غنخدموها للمناطق النائية والمناطق الفلاحية. ما نكونوش مضطرين، نمشيو نستلفوا من عند الناس بشروط صعيبة. هذه هي العدالة والتنمية والحكومة اللي كترأسها العدالة والتنمية مع الحلفاء ديالها. قلت لكم واش بغيتوني نوقف هجوم الفساد بوحدي؟ واش اللي كياخذ 500 مليون في نهار واحد هو وصحابه الا تجمعوا عليا، واش انا غنغلبهم؟ ولا انا والحزب ديالي؟ وحنا ما كنطلبوش منكم بزاف، كنطلبوا منكم جوج د الحوايج. الاولى من هنا للنهار 14 تنبير ما تنعسوش، خدموا، اتصلوا بالسكان بالمناطق بالبوادي بالدواوير. انا جاي لقيت واحد الناس كيتسناوني، ما كنتش عارفهم حتى شفتهم. الزرايا قلت للسائق وقف 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 وقف، جاو قلنا لهم حيدوا الراي، لانه دابا هذا ما يمكنش يكون، ماشي مسموح باش الراي تستعمل في الحمله الانتخابيه. شنو بغيتي؟ قال لك حنا ما عندناش الماء، ما عندناش الضوء، ما عندناش. طيب واحد جاء عندي قال لي السي نكير انا حقرني الرئيس، عطى الضوء لجاري وما عطانيش، واخا انا غادي نحاول نحل لك المشكل. ويني شحال من دوار غادي نعرف انا، شحال من رئيس غادي نعرف انا؟ النهار الاول اللي جيتي وتختاروا ضحك ليكم، غداكم دور معاكم،
دابا كيدير ديك اللي بغا. ما خصناش اللي يعطينا الفلوس، وخا يكون وزير ويكون غني. واحد النهار قالت لي واحد الامريكيه في امريكا، قالت لي كيف غديروا مع الشعب انتم دوله فقيره؟ قلت لها احنا المغاربه ما كيشكيوش من الفقر، المغاربه كيشكيو من الظلم. وانا كنقولها للناس كيسحب لهم مشكل بحق، هذا هو الشعب اللي واحد العدد الناس منه وكانت منها شي كل فات كان كيعيش بالخبز وتات. هذا الشعب يقدر يتحمل الفقر، ولكن حتى شعب ما كيتحمل الظلم. هذا الشعب ما كيتحملش الظلم. وجا الوقت باش نديرو جنيه ديال التوازن. المدن الموظفين وصلوا واحد المستوى الحمد لله خداو حقهم، طبعا لانهم هما واعي، كيديروا الاضراب، كيديروا الوقفات الاحتجاجيه، عندهم الاعلام، نوضوا قبيله على حاجه صغيره والحاجه كبيره. تنقلوا التوش القيامه قامت، قال جوج ديال البنات كانوا لابسين الصايات وقع لهم ما نعرف شنو. صبت وزير العدل قال لي اختي ما كانوش لابسين الصايات، كانوا لابسين الساوي. وغير معقول هذا الشيء ينخبر عندنا لا يكتب لنا شي واحد. قلنا ما نهضروا ما نتكلموا، خلي القانون يدير شغاله. القانون دار شغاله. اليوم خصنا نتفاهموا. الناس اللي لاباس عليهم حنا كنعاونوهم باش يديروا المقاولات ويخدموها باش الشباب يلقاو خدمه. لكن ما تقولوش لي دابا تهلا في الناس الكيران حتى نشوفوا الناس اللي لتحت. فكرنا في الموظفين اللي عندهم قل من 3000 درهم، حتى موظف اليوم ما بقى كياخذ قل من 3000 درهم. فكرنا في العمال عندناهم 10%. تنفكروا في الناس اللي لتحت، المرأة المسكينة اللي ماتلها الرجل، ولا اللي كانت يعني ضحية ديال الفساد ولا الاغتصاب، والإنسان الفقير اللي ما لقاش الخدمة، والصغير والكبير اللي ما لقاش باش يقرا باش يوصل للمدرسة. خليونا شوية السياسة. السياسة هي الميزانية ديالك اللي أعطاك الله صرفها مزيان. المغاربة إلا ما عندناش الفلوس وغايقولوا لينا والو هما مستعدين يصبروا، ولكن الا شافوا الفلوس كيتقطعوا الاغنياء والاقوياء والضعفاء والفقراء اللي كيوصلوا لشي حقهم غيموتوا من حقهم اللي تساعدوا. هذاك الشيء علاش، هذاك الشيء علاش، هذاك الشيء علاش اليوم جيت لعندكم باش نقول لكم انا مشيت لتازا ومشيت لتطوان وغنمشي للدار البيضاء، ولكن ما كننساش هذا الهلال، ما كننساش هذا الشيء، ما كننساش المدن الصغيره. وجيت لعندكم باش نقول لكم بلي هذا الحج بان مجهود جمع في الطريقه ديالك الناس اللي فيها اعتقد فيهم الخير، واللي التجربه قال فيها هذا الشيء ودار اللوائح ديالو بالديمقراطيه حقيقيه. واش عباد الله اللي ما دارش الخير مع راسو ما يديروا مع الناس؟ هادو ما داروش ديمقراطيه. يقولوا لي الحزب، شكون هذا الحزب اللي دار المرشحين ديالو بالتصويت بالانتخابات 2000 اجتماع باش خطرنا لكم هاد اللوائح اللي جات المغرب؟ يقولوا لي الحزب دار هادشي كامل، واليوم جا الدور ديالكم انتم اللي غدوزوا الامتحان مع 4-6 الليل. يا ما تنجحوا غتختاروا اللي فيهم المصلحه ديال بلادكم، حنا معاكم. يا غادي نتفشلوا وتختاروا الفاسدين مره اخرى الظالمين مره اخرى، ولكن ما كنظنش هاد البلاد غتزيد قدام، لان الشعب ديالها فهم، لان الشعب ديالها بغى الخير، لان الشعب ديالها بغى التقدم. هاد البلاد ما غترجعش للنور، هاد البلاد غتخدم ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا غنكونوا معاكم في الوسطى ديالكم، ما كنطلبوا منكم حتى شي حاجه اخرى الا انكم تصوتوا على الناس ديال العداله والتنميه، لان كنعتقدوا ان فيهم الخير. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم جميع تقدم البلاد ديالنا، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يهدي بكم الفاسدين.
الفاسدين من خلال انكم لا تفديوها فيهم، ما تعطيوهمش الاصوات ديالكم، كنتمناو تهزموهم هزيمه مكراه، ولا لقيتو حزب العداله والحريه صوتوا عليها، ولا ما لقيتوش احنا معكم، والسلام عليكم ورحمه الله.